بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وأغلى متتبعين قناة سحر الطبيعة. يوم جديد وفيديو جديد. كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة يا رب. وكنرحب أشد ترحاب بالأخوات اللي انضموا للقناة مؤخرا، كنقول لهم مرحبا ومية ألف مرحبا، والهلي خطاكم عليا. اليوم ان شاء الله غادي تعيشوا معايا الروتين الصباحي ديالي. ومن بعد ما فيقت وليداتي ودرت لهم الفطور مشاو لمدرستهم، جمعت الدار انا شويه، كانت عندي صراحه صباحه نقيه لانني كنخملها شويه كنجمعها في الليل، طويت غير الفراش وجيت غسلت المعنات البنات هما وخويت البوطاجي. انا كنحماق على البوطاجي، يبقى ديما خاوي، ما كيعجبنيش يكون عامر. والخبز ما صبحش عندي الخبز، هنا البنات عجنت ها هو وغطيتو البنات خمر، ما صبحليش كي قلت لكم الخبز. واللي بغى طريقه ديال الخبز ديالي راه كاينه في القناه، يدخل القناه فضلا وليس امرا ويتفرج في لا فيديو، راه كيجي واحد الخبز ما شاء الله رائع، قطني ومفشفش. واليوم كاقتراح للغدا عندي الحوت، غادي نديرو الحوت للغدا. وهانتوما معايا، وهنا البنات الغزالات، هالخبز خمر ليا، غادي نمشي نطيب الخبز. ومن بعد ما غيطيب لي الخبز ها هو الحوت، تبارك الله جديد وصغير، يعني كيعجبني انا هذا، ما تعجبنيش داك الحوت السردين الكبير بزاف كيكون فيه غير الشوك. غادي ننقيه ان شاء الله، غادي نخرج برا هنايا في الجرده وغادي ننقيه. ما كنبغيش ننقي هنايا في البوطاجي باش الدنيا تبقى ليا نقيه وما تبقاش ليا ريحه الحوت. انا تشهيتو في الشوايه، غادي نشويه واقيلا على المجمر، باقا تنشاور واش نقليه ولا نشويه على المجمر، ونرافقو هكا بسلطات. الله يجعل البركه. انا غادي نطيب الخبز البنات صافي. انا لك غنشويه وصحيا، كيقول لك ما تحيديش له هاد الشيء، هادو دياولو، هاد القشره غادي نحيد له غير المصارن من هنايا، وغادي نشويه ان شاء الله على المجمر. درت هنا البنات شويه ديال المكرونيه مع شويه ديال الزيت، هاي نقيطات ديال الزيت وشويه ديال الملحه. وغادي ندير هاد البطاطا قطعتها مربعات، غادي نديرها هنايا في الكسكاس في تفور، غير تفور. ها هي رشيتها بمليحه. وهنايا درت شويه ديال الرز، ها هو كيتسلق، غادي ندير به شلاضه وصافي. يعني غدا خفيف ان شاء الله، حوت مشوي على الفاخر وجنيباتو طبيصلات ديال شلاضه. اللهم يا رب اديمها نعمه وحفظها من الزوال. ها السردين البنات، من بعد ما زولت ليه هذوك الاحشاء ديالو كلهم حيتهم هكا، غادي ندير عليه رشه ديال الملحه، لان يعني كتعرفوا السردين المشوي كيبغي الملحه. وغندير عليه عصره ديال الحامض، وبغيت نديكم معايا للجرده باش نجيب معايا شي حامضات، بغيت نمشي بوحدي، بغيتكم تمشيو معايا. وها الشجره ما شاء الله ديال الحامض، ها هي غادي باقي خضر، شي وحدين بداو كيصفارو، غادي نعزلهم. ها هي بسم الله بسم الله، نشوف شي وحده اخرى، راه هي وحده، ها هي صافي بركه. شوفوا هادشي كله بفضل سيدي ربي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا سيدي يا ربي. وبيو البنات، راه ما كاين لا دواء لا والو، والحمد لله والشكر لله. ها هي من بعد ما غسلتها غادي نعصرها، شوفوا تبارك الله فيه الماء، عصرت عليه هاد نص الحامضه. وغادي نديرو في الشوايه، نخلي بعدا شويه في هذا الحامض والملحه، وغادي نديرو ان شاء الله في الشوايه صافي. ها الخبز البنات، ها هو طاب، شوفوا ما شاء الله كيف جا، ها هو شوفوا كيقطني ورطب رطب رطب، ها هو شوفوا ما شاء الله، شوفوا يعني رطب وزين. ها هو عجينة
تنعجن عجينه ديال يومين ولا حتى 3 ايام. صافي هنايا خديت واحد شويه ديال خيزو حكيتو رقيق على الطول. هنا شويه هذيك لاباط اللي سلقت درت ليها شويه ديال المليحه وطريقه ديال البزار وشويه ديال المعدنوس. هذه بطاطا درت ليها تاهي شويه ديال البزار شويه ديال المعدنوس طريقه ديال الملحه. خيار قطعته دوائر غندير ليه شويه ديال الخل وشويه ديال المليحه ورشه ديال البزار. الرز كذلك اللي سلقت قطعت معاه الزيتون، ما عنديش البنات الزيتون دوائر، لهذا خديت غير اللي ديال العظم حيت له العظم وقرته طريفات. يعني ما تقيدوش بواحد الحاجه الا ما عندكمش، راه المراه المغربيه تبارك الله هي اللي كتعرف ديباني راسها وتقضي بالموجود. خديت هنا فلفله قطعتها مربعات صغيره وغادي شويه ديال المعدنوس وغادي ندير له شويه ديال البزار شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت. وهنايا قطعت مطيشه دوائر غنقليها في شويه ديال الزويته، ها هي درتها فوق النار رشيتها بمليحه، وملي كطيب كنرشها بشويه ديال الكمون من الفوق. كيبغيو وليداتي يغمسوا هكا حيت دابا دايره اليوم غير الحوت مشوي وشلايد ما كاينش باش يغمسوا، درت ليهم هذه. والحوت هو خرجته فوق المجمر درت هذيك الكميه غطيب وغنرد هذيك كذلك. ما كنبغيش نديرو في الكوزينه، انا عارفين تطلق الدخان وداكشي، لهذا كنخرجوا الجرده هنا. وهذا ما كان البنات، من بعد ما يتشوى غادي نحطوا الطابله ديالنا ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا البنات الغزالات، شاركت معكم غديوتي ديال هذا النهار. شليضه الحوت مشوي رافقته مع قطع ديال الحامض ومزبده حارين زويتنات فلفله ومطيشه هي قليتها فلفله. البنات كتعرفوا ديك الفلفله اللي كتكون عند صحاب الشوايات كيشويوها وكيخليو نصها خضر ونصها مشوي، انا هذيك هي اللي كتحمقني وتشهيتها. وها هي شويتها مع الحوت، درتها قليتها عفوا مع الحوت، خليتها كتعجبني تبقى براسها وبزريعتها. ايوا هذا ما كان البنات، والخبز اللي عاد عجنت اليوم هذا ما كان. اللهم يا رب اديمها نعمه واحفظها من الزوال. كنشكركم جزيل الشكر، وما تنساوش اختكم باللايك وبالتعاليق ديالكم الزوينه. واللي كيشوف الفيديو ديالي لاول مره ما يترددش ويضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يبقى يتوصل دائما بكل ما هو جديد، فضلا وليس امرا حبيباتي. وكنقول اللي عاد اكتشفوا القناه وانضموا معايا مرحبا والف الف مرحبا، القناه قناتكم. وكنشكركم ثاني مره جزيل الشكر، دمتم في امان الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم ولله يخطيكم عليا. الى اللقاء في فيديو قادم وفي وصفه اخرى، ومع الف سلامه.